مرحبا. نظمت بلدية جبيل للسنة الثالثة على التوالي مهرجان بيد بلون إيروزي بمشاركة أكثر من 20 شركة بيد لبنانية وبحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان، رئيس بلدية جبيل زياد حواط وحشد من الشخصيات. وكان لنا مقابلة خاصة مع وزير السياحة لنستفسر عن أجواء المهرجانات وخصوصا مهرجان طرابلس بعد انتقاد السيدة سليمة أديب ريفي أداء الوزارة والتدخلات السياسية بحسب تعبيره. عمران جبال، يعني هالمدينة الأحب على قلبي، أنا ما فيني أحكي عنها، بس إن شاء الله تقضي موسم صيف مميز. متكلين كتير ومراهنين كتير أنه يكون صيف لبنان مميز، ولا سيما صيف جبال. واليوم عم تتجلى السياحة بجبال بأحلى صورها بموضوعين، اولا سياحه، وثانيا دعم الانتاج المحلي اللبناني، وهو النبيذ اللي هو احسن ما عندنا في الانتاج اللبناني. بلشنا من 3 سنين نعمل مهرجان هون بجبال، لانه ببيروت العالم صار عندهم سقف تنبيذ، وحبينا انه كمان بشمال يصير في سقف للنبيذ، وعم نحس انه مع الوقت السقف كمان عم تعلى والناس عم بتبلش تحب نبيذ وخاصه نبيذ اللبناني. وزاره السياحه كيف رح تقدر تلحق اسم الله، لانه عدد المهرجانات وعدد النشاطات هيدي الصيفيه استثنائي، يعني بتصور اكيد اكثر من السنوات اللي قبل. انا رايي رح باخذ الطياره وسافر بلا ما احضر، لانه فعلا اذا الواحد بده يحضرهم كلهم بدنا نعمل كلونينج، يكون في 3-4 وزراء سياحه. هالمهرجانات والجو اللي كثير ايجابي من الخارج الى لبنان، والارقام اللي عم نسمعهم، حجوزات الفنادق يلي اليوم عم بتسجل 60% لشهر ايلول تموز واب، ارقام الحجوزات على الطيارات، هاو كلهم بيقولوا انه فعلا مثل ما كنا عم نقول صيفيتنا والعانه والصيفيه كثير واعده. السيده ريفي انتقدت دور وزاره السياحه، اعتبرت انه مهرجانات طرابلس ما اعطيتوها اهميه. ما فيها وزاره السياحه تعمل هبه لأي جمعية أو أي مؤسسة عم بتنظم مهرجانات. نحن وظيفتنا بالقانون وبالمراسيم موجودين تنساهم المهرجانات بحال في عندهم عجز بميزانيتهم. بمهرجانات طرابلس السنة الماضية الميزانية اللي تقدمت لوزارة السياحة بتبين في وفر لمبلغ معين، بالتالي ما لا يسمح لي بإني أقدر ساهم. هلا هي بتقول إنه في وزير سياحة السابق أستاذ ميشيل فرعون كان وعدها، هيدا الوعد كان ممكن ننفذه بحال كان في عجز بهالمبلغ كنا قادرين نسدده. مع هيدا وكله كمان عم نقول سيدة الريفي بتمون. مع هيدا التقرير مشاهدينا بتكون وصلت نشرة فن الخبر لنهايته. منشوفكم، باي باي.